يعرف أي شخص يمتلك حيوانا أليفا أن الحيوانات يمكن أن تكون غريبة جدا في بعض الأحيان، لكن بعض أعضاء مملكة الحيوان يذهبون إلى أقصى الحدود، أكثر من أكل كلبك الأليف لبرازه. من المخلوقات مع حواس الموضة الأكثر غرابة إلى بعض طقوس التزاوج المجنونة تماما، استعد لتندهش من بعض أغرب الأشياء التي تقوم بها الحيوانات. الدفاع العظمي. عادة عندما تدافع الحيوانات عن نفسها يكون ذلك لتجنب الإضرار بأجسامها، لكن بالنسبة للسمندر الإسباني المضلع فإن خط دفاعه الرئيسي ينطوي على إلحاق الضرر بنفسه قليلا لصالح زيادة ضرره ضد الحيوانات المفترسة. من الغريب أنه عندما يضطرب سمندر الماء فإنه يشد جسده ويؤرجح أضلاعه للخارج بقوة كافية تخترق جلده. مع وجود أضلاعه البارزة الآن فإنها تعمل بمثابة مسامير دفاعية. هذه لا تجعل سمندر الماء وجبة شائكة فحسب، بل تجلب أيضا خطر ثقب أفواه الحيوانات المفترسة، مما يجعلها أكثر عرضة للسم اللبني الذي يفرزه السمندر أيضا من جلده. وفي الوقت نفسه فإن السمندر محصن ضد سمومه، ويمكنه التعافي بسرعة من العمل الدفاعي دون أي آثار سيئة. بالنسبة للعديد من الحيوانات المفترسة فإن هذا الفعل الغريب المتمثل في تشويه الذات يجعل هذا السمندر غير جدير بالأكل. ولكن بالنسبة لشيء سهل الهضم دائما، اسد لنفسك معروفا واشترك لتندهش دائما. مع المحتوى الرائع الذي يدور حول مجموعة كبيرة من الموضوعات القائمة على الحقائق، هناك شيء يناسب جميع الأذواق. الآن دعونا نعود إلى هذه الحيوانات التي تثير الدهشة. جنون الغراب. بينما ترتبط غالبا بأشياء سلبية مثل الشر والموت، فإن الغربان هي في الواقع جنس ذكي للغاية. في بعض الأحيان رغم ذلك يتخذ ذكاؤهم بعض الأشكال الغريبة حقا. كبداية اتضح أن الغربان والغرابيات الأخرى تتمتع بقدرات محاكاة ملحوظة، وستستخدمها في حل المشكلات. على سبيل المثال، إذا صادف الغراب غزالا ميتا لكنه لم يستطع اختراق الجلد السميك للوصول إلى الأحشاء الطرية، فقد يقلد الغراب نداء الذئب أو الثعلب. هذا يجذب الحيوانات المفترسة إلى المشهد بأسنان كبيرة بما يكفي لتمزيق الجثة. بمجرد أن يشبع الحيوان المفترس يدخل الغراب في البوفيه الذي تم افتتاحه حديثا. لكن التقليد ليس أغرب سلوكيات الغربان. غالبا ما ترى الغربان مستلقية على أعشاش النمل، مما يشجع النمل على الصعود على أجسادهم. لكنهم لا يبحثون عن أكل النمل، إنهم يتطلعون فقط للاستحمام فيها، الأمر الذي قد يبدو جنونيا ولكنه في الواقع يخدم غرضا مهما. تحتوي معظم أنواع النمل على كمية معينة من حمض الفورميك في أجسامها، وهي مادة كيميائية فعالة في قتل الطفيليات والبكتيريا. سوف تضغط الغربان على النمل على ريشها وجلدها أثناء تسلقها حول أجسامها، مما يجبرها على إطلاق حمض الفورميك وإعطاء نفسها ما يعادل معقم اليدين. اقترحت بعض الأبحاث أن الطيور قد تستمد أيضا المتعة من الإحساس اللاذع للحمض على جلدها، على الرغم من أن هذا غير حاسم. إذا اتضح أن هذا صحيح فأنا آمل بالتأكيد ألا ينتشر تدليك النمل بين البشر. أطعمينا يا أمي العزيزة. ألقي نظرة على هذا المخلوق، تبدو وكأنها دودة، أليس كذلك؟ حسنا، إنها ليست كذلك، وليست ثعبانا أو أنقليسا أيضا. هذا ضفدع ثعباني، وهو برمائي يشبه الضفادع والسمندر، باستثناء أن معظم الضفادع الثعبانية ليس لديها أي أرجل. تعيش هذه البرمائيات اللزجة في الغالب تحت الأرض، وتحفر الأنفاق عن طريق صدم جماجمها الصلبة في التربة بدعم من عمودها الفقري القوي. ومع ذلك فإن المظهر الشبيه بالديدان ليس أغرب جزء. عندما تلد أمهات هذا الحيوان فإنهن يضفن طبقة إضافية من الجلد غنية بالعناصر الغذائية والدهون، والتي تتغذى عليها ذريتهم بأسنان صغيرة حادة. تستمر هذه الممارسة حتى يكبر الصغار بما يكفي لاصطياد طعامهم. لحسن الحظ لا يتم التهام الأم تماما، ينمو الجلد مرة أخرى كل 3 أيام لمواصلة تزويد صغار الضفادع الثعبانية
بالكثير من طعامهم المفضل، برمائي نصف مطبوخ. الأم المثالية. إذا كنت تعتقد أن الضفدع الثعبانية الأم قد ضحت بالكثير، فانتظر حتى تسمع عن عنكبوت الصحراء من فصيلة ستيغودايفس لينيايتس. عندما يفقس بيض العنكبوت الأم، تبدأ في هضم جسدها، فتقوم بتحليل وتقيؤ أحشائها كغذاء لنسلها. تستمر في ذلك بقدر ما تستطيع، مع الحفاظ على الأعضاء الحيوية حتى النهاية. في النهاية، بمجرد هضم كل شيء تقريبا، تبدأ الأم في النقر بساقيها على شبكتها. يؤدي هذا النقر إلى إطلاق غريزة مفترسة لدى أطفالها، ومثل علامة الانطلاق، يشجعهم جميعا على الالتصاق بجسدها مباشرة. يقومون بحقنها بسم، ويحولون أحشائها المتبقية إلى سائل، ويتغذون عليها حتى لا يتبقى سوى هيكل خارجي. قلت كلاما سيئا ذات مرة أمام والدتي بالخطأ، وشعرت بالذنب لعدة أيام، ولكن بعد التعرف على هذه العناكب المروعة التي تأكل أمها، أشعر بتحسن كبير. زي القاتل. لا أحد يأخذ الموضة إلى أقصى الحدود مثل البقيات القاتلة. تميل بعض الأنواع داخل عائلة حشرة القاتل إلى ارتداء جثث أعدائها الذين سقطوا كأزياء. يبدأون بالإمساك بفرائسهم بالفك السفلي الطويل وحقنها بسموم شل، تعمل على تحويل الأحشاء إلى سائل، ثم يقومون بشرب المخلوقات التعيسة حتى يجفوا، ويلصقون هياكلها الخارجية على ظهورهم بإفراز لزج، ويستمرون في تكديس الجثث حتى تجمع مجموعة متنوعة مرعبة. ولكن لماذا؟ حسنا، مغطاة بالجثث تكون حشرة القاتل مموهة جيدا، مما يعني أنه طالما بقيت ثابتة سيجد المفترسون صعوبة في رؤيتها، كما أن رائحتها المروعة تشبه رائحة الحشرات التي تتغذى عليها، مما يعني أنها يمكن أن تتسلل إلى أعشاش ومستعمرات النمل دون أن يتم اكتشافها. بمجرد الدخول يتطلب الأمر مجرد الانقضاض على السكان المطمئنين وامتصاصهم حتى يجفوا ولصقهم على الظهر. كابوس حقيقي. فقط كن ممتنا لأن هذه الأشياء ليست بحجم الإنسان. شرانق مخاطية. تقضي هذه المخلوقات الملونة المعروفة باسم أسماك الببغاء الكثير من وقتها في استخدام أسنانها الشبيهة بالمنقار لقضم الشعاب المرجانية، ولديها روتين غير معتاد قبل النوم. قبل حوالي ساعة من نومها تقوم بإخراج كمية من المخاط السميك من فمها. يشكل هذا نوعا من الشرنقة يشبه مزيجا بين كيس نوم شفاف وناموسية بسيطة. من خلال إحاطة أنفسهم بهذا المخاط يخفون رائحتهم عن الحيوانات المفترسة، ويطردون الطفيليات من التواجد على سمكة الببغاء أثناء نومها. يعتقد أيضا أن المخاط يساعد في إصلاح الأضرار الجسدية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، بينما يعمل في نفس الوقت كنظام إنذار مبكر إذا ظهرت أي مفترسات. ليس سيئا بالنسبة لقلعة مصنوعة من البصاق. قنابل براز البطريق. البطريق النبيل مخلوق محبوب في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا فقط لأن معظم الناس لم يروا براز البطريق. عندما يضطر هؤلاء الصغار لقضاء حاجتهم ينطلقون حقا. مثل معظم الطيور تخرج الفضلات الجسدية لطيور البطريق من فتحة واحدة تسمى المذرق. عندما تشعر طيور البطريق بدعوة الطبيعة يبدأ الضغط في التراكم في مستقيمها، لدرجة أنه بمجرد أن يطلق العنان للوحش الداخلي أخيرا ينطلق بسرعة مذهلة. في الواقع في مكان بلا شك أحد أهم الدراسات العلمية على الإطلاق، وجد الباحثون أن طيور البطريق هامبولت ترسل فضلاتها بسرعة 8 كيلومترات في الساعة تقريبا، في حين أن الطيور البطريق لا تطير بالفعل، فإن قنابلها البرازية تطير بانتظام لمسافات تتجاوز مترا فاصل 2. لسوء الحظ رغم أن مسافة براز الضغط العالي تهدف إلى الحفاظ على عش الطائر نظيفا، نادرا ما يكون هناك تفكير في طيور البطريق الأخرى في المنطقة، مما يؤدي إلى جرائم براز البطريق على البطريق بشكل مدهش، أمرا شائعا. رغم ذلك لنكون منصفين بالنظر إلى كمية الطلاء البرازي الذي كان لدى هذا الرفيق مسبقا، إما أنه يحتاج إلى تعلم درسه بالفعل والابتعاد عن الطريق، أو أنه يحب ذلك بالفعل. والآن لن تنظر إلى بينغو بالطريقة نفسها. ابن مقرد اللعوب.
يشعر الكثير من البشر بالنقص بدون شريك رومانسي، قد تكون واحدا منهم أيضا. ولكن بغض النظر عن مدى قوة رغبتك في المرافقة، فإنك لن تصل أبدا إلى أنثى ابن مقرد في فترة التزاوج. عندما تصل أنثى ابن مقرد إلى مرحلة النضوج الجنسي وتدخل في حالة الرغبة، ستظل في تلك الحالة حتى تتمكن من التزاوج مع ذكر. إن كونها في هذه الحالة المستمرة من الاستعداد الجنسي يتسبب في خسائر فادحة في جسدها. إذا لم يتم تلبية احتياجاتها، فإن المستويات المرتفعة من هرمون الأستروجين في جسدها تؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم التي ينتجها نخاع العظم. هذا النقص في خلايا الدم أو فقر الدم يمكن أن يكون قاتلا، هذا ما لم يسمح لها بالقيام بالفعل. لذا لا تتردد في استعمال ما تعلمته اليوم عن أنثى ابن مقرد للحصول على موعد، ولكن تأكد من نشر ذلك في التعليقات أدناه أولا. الأصوات الحسية للصدفة. بقدر ما يبدو أن السلاحف لطيفة وبريئة، فإنها تتكاثر تماما مثل بقية الحيوانات أيضا. بينما قد تفكر في السلاحف على أنها مخلوقات هادئة ومسالمة، فإن هذا صحيح في الغالب إلا عندما تتزاوج. عندما تبدأ السلاحف في الفعل، فإن كل دفعة مصحوبة بصوت من الذكر فريدة من نوعها لكل نوع من أنواع السلاحف. لدينا الصرير الصغير الغريب المنبعث من الرفاق ذوي القشرة الأصغر، ثم لدينا هذه الأصوات المزعجة والصاعقة من السلاحف العملاقة، من المضحك أن هذه الأنواع من الضوضاء تحدث حتى عندما تعتقد سلحفاة خطأ أن جذع شجرة هو رفيق محتمل. قد يبدو مثل الفضائي إيتي وهو يمارس الكاراتيه، ولكن كل هذا طبيعي، في حين أن العلماء لم يقرروا بعد الغرض المحدد من هذا الصوت. يبدو أنها مسألة بسيطة لتأكيد الهيمنة، لا يعني ذلك أنه يجعل الأمر أقل إثارة للقلق. مواليد عذراء. بالنسبة للبشر، تعتبر الولادة البكر أمرا دينيا بشكل أساسي، ولكن بالنسبة لبعض أعضاء مملكة الحيوان، فإن التكاثر بوالد واحد فقط هو حقيقة من حقائق الحياة. خذ تنين كومودو المخيف على سبيل المثال. عندما تجد أنثى تنين كومودو نفسها في مزاج يسمح لها بالتكاثر، ولكن ليس هناك أي ذكور حولها، فإنها تتمتع بقدرة مذهلة على تخصيب بيوضها بنفسها. بفضل عملية تسمى التوالد العذري، تعدل الأنثى خلاياها الإنجابية لتؤدي دور كل من الأم والأب، مما يسمح لها بالتكاثر بمفردها. علاوة على ذلك، قد تتزاوج أم كومودو مع نسلها بمجرد بلوغهم مرحلة النضج الجنسي، كل ذلك في محاولة لتحقيق أقصى قدر من بقاء سلالتها. بالطبع هناك سبب يجعل معظم الحيوانات تفضل عدم الزواج في العائلة على هذا النحو. التكاثر مع نفس ذريتها يقلل من التنوع الجيني للحيوان، ويزيد من فرص الإصابة بأمراض وراثية، ويقلل من فرص وراثة سمات إيجابية جديدة. ولكن عندما تكون الاختيارات ضئيلة وتأتي الرغبة في الإنجاب، فإن تنين كومودو يمكن أن يعتمد دائما على التوالد العذري. لابد أنها تفضل عدم الاضطرار إلى تحمل الأب الكسول. التغيير المفاجئ. بصرف النظر عن كونه النجمة الملونة لفيلم العثور على نيمو، لا تبدو سمكة المهرج مذهلة جدا للوهلة الأولى، ولكن بجدية تظهر سمكة المهرج أحد أكثر السلوكيات إثارة للاهتمام في عالم الأحياء المائية. تعيش سمكة المهرج في مستعمرات صغيرة تتكون من عدد قليل من الذكور اليافعين وذكر وأنثى ناضجين متكاثرين. دائما ما تكون الأنثى المتكاثرة على رأس المستعمرة، ولكن إذا ماتت يحدث شيء غريب حقا. يتولى الذكر المتكاثر القيادة ويغير جنسه ليصبح الأم المتكاثرة الجديدة، بينما يتولى أحد الذكور الدور المتاح حديثا وهو الذكر المتكاثر. اتضح أن جميع أسماك المهرج تولد ذكورا، لكن أعضاءها التناسلية قادرة على التحول لتلبية احتياجات التسلسل الهرمي الاجتماعي.
نظرا لأن الذكور والإناث المتكاثرون فقط في المستعمرة يتكاثرون، فلا توجد منافسة بين الذكور الآخرين، مما يضمن وجودا متناغما بشكل غير عادي طالما يتذكر الجميع الأدوار الصحيحة. لعبة التقليد. في حين أنه من النادر جدا أن يتمكن الحيوان من تغيير جنسه، يتظاهر عدد مذهل من الحيوانات بذلك من أجل تسهيل حياتهم. على سبيل المثال، سوف تستخدم ثعابين الرباط الذكور أحيانا قناعا أنثويا لتحسين فرصها في التكاثر من خلال إطلاق فيرومون قوي جدا، عادة ما تطلقه الإناث المستعدة للتزاوج. ينتهي الأمر بالذكر أن يتراكم عليه العشرات من الذكور الآخرين من خلال تحمل هؤلاء الذكور الذين يحاولون دون جدوى التزاوج معه. يسرق الذكر المخادع حرارة أجسادهم، تسمح له هذه الحرارة بالتحرك بشكل أسرع وأكثر نشاطا، وبالتالي تزيد من فرصه في التزاوج بنجاح مع أنثى حقيقية، على الأقل بمجرد هروبه من السرب غير السار من الذكور الهائجين. يستخدم ذكر ذبابة العقرب تكتيكا أكثر قوة لتأمين رفيقة. عادة يجذب ذباب العقرب الرفقاء المحتملين من خلال إحضار فريسة كهدية. كلما كانت الهدية أكبر، كلما كانت الأنثى مهتمة أكثر. لكن ذكور ذباب العقرب الذين لا يجيدون اصطياد فريسة يتخطون هذه الخطوة عن طريق جعل شخص آخر يفعل ذلك نيابة عنهم من خلال محاكاة الحركات الجسدية التي عادة ما تظهرها الإناث. يخدع الذكر الذكور الآخرين لإحضار الطعام له. عندما يصل الطعام، يحاول الذكر المتنكر الطيران به وتقديمه لأنثى حقيقية. هذا يميل إلى العمل حوالي مرة كل 5 مرات، حيث تنتهي محاولة السرقة عادة في قتال. لكن محاولات انتحال شخصية الإناث لا تزال أكثر نجاحا من سرقات القوة الغاشمة بدون تقليد الإناث، مما يعني أنه بالنسبة لذكور ذباب العقرب، هز ذيله بالطريقة الصحيحة يمكن أن يجعل يوم عيد الحب بسعر معقول. المبارزة للهيمنة. كما قد تكون أدركت بالفعل، يمكن أن يصبح التكاثر غريبا جدا في عالم الحيوان، لكن لا أحد يفعل ذلك أغرب من الدودة المسطحة. العديد من أنواع الديدان المسطحة خنثى، مما يعني أنها تمتلك أعضاء جنسية من الذكور والإناث. عندما يحين وقت التزاوج، تستخدم الديدان أعضاءها الذكورية في محاولة لطعن بعضها البعض وتلقيح الخاسر في فعل يعرف باسم مبارزة القضيب. أنا لا أمزح، من يفوز فهو حر في الاستمرار في التجول في العالم وطعن أطفاله بالآخرين، بينما يمتص الخاسر الحيوانات المنوية للفائز ويجب أن ينجب النسل وحده. يا لها من وقاحة، ولا حتى زيارة أبوية. باي باي كنغر. هل تذكر سابقا عندما كنت أتحدث عن أكثر الأمهات إثارا في مملكة الحيوان؟ حسنا، الكنغر هو عكس ذلك. عندما يطارد حيوان مفترس أم كنغر تحمل طفلا في جربها مثل الذئب الأسترالي، تتخذ الأم أحيانا قرارا صادما لإنقاذ نفسها. إذا كانت نتيجة المطاردة قاتمة بشكل خاص، فإن الكنغر الأم سترمي طفلها الصغير ليأكله المفترس أثناء هروبها، في حين أن هذا قد يبدو شيئا فظيعا، إلا أنه منطقي من حيث فيزيولوجيا الكنغر، نظرا لأن أنثى الكنغر لديها 3 قنوات مهبلية ورحمان وجرب، فإنها تكون قادرة على تربية ما يصل إلى 3 جراء في وقت واحد في حالات مختلفة من الحمل والرضاعة. مع هذه القدرة على تربية نسل كبير بسهولة في وقت واحد، فإن التضحية بطفل واحد من أجل الاستمرار في التكاثر يكون غالبا الخيار التطوري الأكثر منطقية. هذا كله مذهل ورائع، ولكن حاول إخبار ذلك للجرو الذي يتم رميه. شقة في القبو. يعد خيار البحر كائنا غريبا يشبه الأنبوب، حيث يجرف قاع البحر كشبكة صيد، ويجرف كميات كبيرة من الرواسب في فمه، ويأكل الأجزاء العضوية، يتم طرد الباقي من مؤخرته. لكن الأشياء لا تخرج فقط من مؤخرة خيار البحر، كما ترى، فإن نوعا من الأسماك شعاعيات الزعانف المعروفة باسم سمك اللؤلؤ لها ذوق غريب جدا في المنازل. على وجه التحديد، يحبون العيش داخل الأطراف الخلفية لخيار البحر. تستخدم أسماك اللؤلؤ مؤخرات خيار البحر كمكان اختباء من الحيوانات المفترسة، حتى أن بعضها يتزاوج داخل تجويف الخيار.
بينما أشك في أن خيار البحر سعيد للغاية بكونه مثل الفندق، إلا أنه لا يوجد الكثير مما يمكنه فعله للاعتراض. هذا ما لم يكن أحد الأنواع التي يمكنها إخراج أحشائها لإيقاع الحيوانات المفترسة أو تخويفها. في كلتا الحالتين، من الواضح أن خيار البحر لديه حظ سيء في عالم الحيوان. لدغة الحب. تعتبر أسماك أبو الشص في أعماق البحار مخلوقات غريبة بالفعل. يعرف هذا الصنف المخيف من الأسماك باستخدام البكتيريا ذات الإضاءة الحيوية التي تعيش داخل أجسامها كإغراء للقبض على الفريسة. في العديد من أنواع سمك الشص، تكون الإناث أكبر بكثير وأكثر إثارة للإعجاب من الذكور، وعندما يتعلق الأمر بالتزاوج تصبح أسماك الشص مبدعة. يشد الذكر فكيه على الأنثى ويطلق إنزيما يبدأ في هضم جلد فمه وكذلك جسدها. تدريجيا يندمج لحمهما معا جنبا إلى جنب مع أنظمتها الدموية، مع مساهمة الذكر بإمداد مستمر من الحيوانات المنوية للتكاثر. توفر الأنثى جميع العناصر الغذائية من خلال نظام الدورة الدموية المشترك، حتى أن بعض أنواع أسماك الشص لها عدة ذكور تلتصق بها في رحلة مجانية. تحدث عن الأزواج الكسالى. من الواضح أن الحجم لا يهم لهؤلاء السباحين الصغار الغريبين. نظرات الغزال. في جميع أنحاء العالم يتعين على أصحاب النعام التعامل مع سلوك غريب للغاية يظهره أصدقاؤهم ذوي الريش، أي أنهم يميلون إلى أن يكونوا غزليين بعض الشيء. يرى ذكور النعام بانتظام وهم يؤدون رقصة طقوس التزاوج التي عادة ما تكون مخصصة للإناث من جنسهم، والتي تستهدف البشر بشكل مباشر. يعتقد أن هذا الرقص الغزلي قد يكون ناتجا عن اختلاط طول وشكل البشر مع النعام، والذي يكون مشابها نوعا ما. في ظروف أخرى قد ينظر النعام إلى البشر ربما بسبب ملابسنا الفاخرة على أنهم منافسة رومانسية، وقد يرقصون لإعادة تأكيد هيمنتهم. في كلتا الحالتين لا أعرف كيف يمكن لأي شخص أن يقاوم تلك الحركات. شارب الدموع. بالنسبة لبعض الناس فإن مشهد عثة ترفرف بجناحيها الكبيرين حول غرفة مظلمة تكفي لتسبب برعشة في جسمهم، ولكن هناك شيء مخيف حقا حول العث لا يعرفه معظم الناس. بعض أنواع العث عندما تجف مصادرها المعتادة من الصوديوم ستجد الملح في شكل آخر عن طريق شرب دموع الحيوانات. عادة ما تستهدف الثدييات الكبيرة مثل الغزلان، ولكن أحيانا الطيور النائمة أيضا. تضع العث خرطومها الطويل الشبيه بالأنف تحت جفون هدفها وتبدأ بالشرب. لحسن الحظ إنه غير مؤلم للمتبرعين بالدموع، لكنه لا يزال مرعبا بالنسبة لنا. الأسماك المخاطية. تعرف هذه الأسماك اللزجة الغريبة باسم الأسماك المخاطية، مع أفواه مغطاة بالعظام مبطنة بالأسنان. تتغذى على الجثث في قاع البحر من الداخل إلى الخارج، ولكن عندما يأتي حيوان مفترس من أجل السمكة المخاطية فإنه يقابل بمفاجأة سيئة. عندما يمسكه حيوان مفترس أو حتى يلمسه فقط، يطلق سمك المخاط مخاطا يتفاعل مع الماء مكونا مادة هلامية سميكة تساعده على الانزلاق بعيدا. يمكن للمخاط أيضا أن يخنق الأسماك غير المحظوظة التي يصل المخاط إلى خياشمها، وهو شيء تستخدمه أسماك المخاط لصالحها في الدفاع وعند الصيد. يعتبر مخاط هذه السمكة سميكا وزلقا لدرجة أنه عندما تحطمت شاحنة تنقل هذه المخلوقات في أوريغون في عام 2017 احتاج رجال الإطفاء إلى استخدام ما يقارب 19 ألف لتر من المياه لتنظيف الطريق السريع، لكني أقول أنه كان عليهم تركها وتحويل الطريق إلى أكثر منزلقات العالم انزلاقا. الجمل الوسيم. عندما يحين وقت تزاوج الجمل العربي يرتدي ملابس مناسبة لهذه المناسبة، لكن ليس في بدلة رسمية. يجذب ساكن الصحراء ذو الحوافر هذا زميلة من خلال نفخ حنكه الذي يتدلى من جانب فمه محاطا بطبقة سميكة من اللعاب السائل. يتساقط اللعاب الرغوي حول الفم بينما يصدر الجمل صوت قرقرة منخفض، وهو جزء من عملية الجذب والتي يتوجها الجمل بالتبول على ذيله
يتم إثراء البول بهرمونات تجذب الإناث، ولكن مع وجه جميل مثل هذا أشك في أنه سيحتاج إلى أي مساعدة إضافية. جرب قبل أن تشتري. بينما قد نتعرف نحن البشر على اهتمام رومانسي جديد من خلال طرح أسئلة حول حياة بعضنا البعض أثناء تناول الطعام، فإن الزرافات تكون أكثر انفتاحا. عندما يهتم ذكر بأنثى فإنه يقترب منها ويبدأ في فرك وجهه على مؤخرتها حتى تتبول. عندما تفعل ذلك سوف يشربه ويتذوق طعمه مثل نوع من متذوقي الشراب الغريبين. عند القيام بذلك يمكن للذكر أن يتذوق ما إذا كان بول الأنثى يحتوي على الهرمونات الموجودة عادة أثناء الإباضة. إذا اكتشف الهرمونات واعتبرها رفيقة مناسبة فسيواصل عملية التزاوج. إنها طريقة بسيطة جدا لقياس ما إذا كان رفيقك المحتمل مناسبا أم لا. ولكن شخصيا أعتقد أنني سألتزم بالسؤال، هل تحبين الأناناس على البيتزا؟ الغاز السيء. كما قال غول حكيم ذات مرة، ولكن في حين أن هذا القول قد يكون صحيحا في بعض الأحيان بالنسبة للبشر، إلا أنه لا ينطبق على أي شخص يقف بالقرب من خنفساء القذافي الغاضبة. هذه الحشرات على الرغم من أن طولها أقل من سنتيمترين ونصف إلا أنها خطيرة. عندما تغضب تفتح الخنفساء صماما داخل جسمها، مما يؤدي إلى تفاعل كيميائي يولد الحرارة والضغط بسرعة. الكوكتيل الكيميائي الناتج الذي يحتوي على 1.4 بنزوكينون، وهو مادة مهيجة للعيون والأنظمة التنفسية للفقاريات، ثم يرش من مؤخرة الخنفساء عند درجة حرارة قريبة من درجة غليان الماء. يقذف الرذاذ الكيميائي بنمط نبضي بمعدل حوالي 500 نبضة في الثانية، مما يمنع الخنفساء من حرق جسدها. أي شيء قريب بما يكفي لتلقي ضربة من الخنفساء، والتي يمكن أن يدور رذاذها عبر زاوية 170 درجة لتحقيق رمية دقيقة، سوف يتعلم بسرعة أن الخنافس المتفجرة لا يجب العبث معها. عيون قاذفة. إن القدرات الدفاعية لبعض الحيوانات تجعلك تحك رأسك وتفكر، حقا هذه هي الطريقة التي تطورت بها للدفاع عن نفسك؟ مثال على ذلك السحلية ذات القرون. عدة أنواع مختلفة من هذه الديناصورات الصغيرة ذات القرون تقذف تيارات من الدم من أعينها دفاعا عن النفس من أجل إرباك الحيوانات المفترسة وإخافتها. عندما تتعرض للتهديد يمكن أن تقيد السحة لتدفق الدم من رأسها، كما يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تمزق الأوعية الدموية حول جفونهم بقوة كافية للقذف على المهاجمين. بفضل وجود مواد كيميائية في دم السحلية يكون طعمها كريها بشكل طبيعي للكلاب والقطط. يمكن لهذا الأسلوب الغريب أن ينقذ الزواحف من أن تصبح غداء. على الرغم من مدى غرابة ورعب هذا المظهر، فإن بخ الدم الدفاعي للسحلية ذات القرون هو في الواقع إجراء دفاعي فعال بشكل مدهش، خاصة ضد البشر الحساسين. ما هو أغرب سلوك حيواني واجهته على الإطلاق؟ أخبرني في قسم التعليقات أدناه. شكرا على المشاهدة.